من أسوان الرائعة مبادرة اسمها الناس لبعضهم. طيب، وتحت هذه المظلة بتاعة هذه المبادرة اللي اسمها مصري أصيل كده، محافظ أسوان بيوزع أجهزة كهربائية على 12 عروسة وخمس كراسي متحركة لأهالينا من المرضى أو أصحاب بعض الاحتياجات الخاصة، وبيجهز وبيشتغل على تجهيز 150 عروسة من بينهم الأسر المتضررة من عمليات النص. موضوع المستريحين ده كتر قوي يا جماعة، والله لازم نلاقي له حل. يعني خلينا ناخد معانا على تليفون دكتور غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ومسؤولة المبادرة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام يا فندم، بوم الحمد لله. أخبار أسوان وأهل أسوان اللي زي السكر إيه؟ الحمد لله بخير، وإن شاء الله يفضل دايما بخير يا رب دايما. المبادرة يا فندم عايزين نعرف عنها أكتر. المبادرة يا فندم داخلة دلوقتي في عامها الثالث إن شاء الله. بدأنا في 2020 كانت بدايتها مبادرة توعوية عشان أخطار الكورونا والتعامل مع الجائحة، ثم انتقلت في السنة الثانية للتعامل مع الحالات الأكثر احتياجا وتجهيز العرائس وبناتنا اللي يمكن متوقفين على حاجات بسيطة لإتمام زواجهم. السنة دي واخدة صراحة هي بتكمل، يعني كل حاجة بتضاف نكمل عليها. السنة دي واخدين إطار كبير، إحنا عاملين زي أنفردة أو مظلة لكل العمل المؤسسي والمجتمعي في أسوان، بحيث نركز الجهود بتاعتنا وما تبقاش في تكرارية، وفي نفس الوقت دايما بيبقى معانا التضامن والجهات الدولة الموجودة في المحافظة اللي بتقدر تعمل مسح كامل للحالات بتدريج، وبالتالي كل اللي بيشارك في المبادرة دي ما بين مؤسسات مجتمع مدني، ما بين رجال أعمال، ما بين أطباء اللي بتتعامل مع الحالات المرضية، ما بين الجهات اللي هي مسؤولة عن المساعدات أو المساهمات المجتمعية في البنوك المصرية، كلهم صراحة طرف في هذه المظلة، وأصبحت هي الوجهة التي يثق فيها من يريد أن يتعامل أو يقدم الخير في أسوان أنه يتعامل مع الحالات اللي بتجيب. الحمد لله كانت المنصة دي تعاملت مع عدد كبير جدا من المواطنين، يمكن انا الحقيقه ما عنديش حصر كبير قوي بالتفاصيل لان كنا موضوع يومي، لكن اقدر اقول لك انه خلال السنه اللي فاتت تعاملنا مع اكثر من 470 فتاه كانت جاهزه للزواج وكانت متوقفه على بعض التجهيزات. النهارده الحمد لله سلمنا ال 12، وده شيء يعني تقريبا بيتكرر بشكل شهري في اسوان. وحاليا جاري تجهيز ال 150 عروسه، وزي ما سيادتك ذكرت احنا مستهدفين المره دي بناتنا اللي كان اولياء امورهم كانوا عرضه للحالات النصب الاخير اللي تم رصدها وحاليا بيتعامل معاها القضاء، فده يوصلنا. ومستهدف كمان غير ال 550 دول بيستهدف كمان 300، بحيث نوصل ل 450 او 500 خلال العام ده ان شاء الله باذن ربنا سبحانه وتعالى. طيب يعني دكتور غدا، انا برضو الحقيقه الشيء بالشيء يذكر، انا عارف انه الوضع بتاع عم محمد خميس اللي كان البيت بتاعه اتحرق وما الى ذلك الموضوع يلقى اهتمام مع سيادتك من شويه. ايوه، واحب اطمنه واطمن حضرتك والساده المشاهدين، السيد المحافظ اللي هو اشرف عطيه كان سامعه وادى تعليمات فوريه بالتنسيق مع المؤسسه ان الحاجات اللي طلبها ان شاء الله هتتوفر. الله اكبر، عايزين نشكركم جدا 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 جدا، واشكر لنا سياده المحافظ جدا 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 قوي خالص كمان. اكيد هو سامع حضرتك دلوقتي. يا رب يخليه، ده حبيبي، هو عارف انا احبه قد ايه واقدره واحترمه قد ايه بصراحه. انا بشكرك جدا يا فندم، انتوا ناس زي الفل بصراحه في المحافظه، وعندكوا اهل المحافظه دول يا بختكوا بيهم برضو بصراحه، ناس طيبه كده وامرا صراحه. ده حقيقي، وهم ناس دايما اللي في جواهم على لسانهم يعني جدا، ما تلاقيش عندهم اللف والدوران. وحضرتك لو شفت حتى في بعض صور الاولياء السيدات والده احدى العرايس، كميه الصراحه والضحكه على وشها البريئه. ايوه، والشكر اللي من القلب على حاجه احنا واجب، يعني احنا ما لا نتجبع على احد، بالعكس احنا بنحاول نساعد بعضنا بالوجود، عشان كده اسمها الناس لبعض. صح صح صح، انا بشكرك جدا يا دكتور غاده، كل الشكر، وتمنياتنا ليكم دايما بالتوفيق باذن الله لما فيه صالح اهالينا في اسوان والمصر كلها. كل الشكر دكتور غاده ابو زيد نائب محافظ اسوان ومسؤوله المبادره، وكل الشكر ايضا لدكتور لسات اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان بصراحه على استجابته شديده السرعه، حاجه يعني في منتهى السرعه. الف 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 شكر يا فندم.